اصحوا يا بهايم، السجن له قواعد، الاكل والشرب يكفيك شهر. انتو حثالة المجتمع، انتو هنا علشان نعمل عليكم كل انواع التجارب اللي ممكن تتخيلوها. تعا انت ودي السجين الجديد ده للمنطقة 16 وشوف مستوى ذكائه واختبر عليه الليزر. أنا بخاف دايماً من اليوم ده، اليوم اللي هخرج فيه من هنا بدل من يوم الحرية ليوم الكابوس والموت. معنى النوم سمحوا لك تخرج يبقى جه دورك. يا ترى اقول لك مبروك الخروج من السجن ولا اقول لك انك رايح للموت بنفسك؟ خلي بالك من نفسك وحاول تخرج من هنا. ودلوقتي بقول لك ايه، يلا غور من وشي عشان ايه انا مش فاضيلك.